صادر إرادة ناخبيه استياء شعبي في العراق بعد انضمام النائب خالد سلطان هاشمي إلى المحور الإيراني، ابن آخر وزير دفاع في عهد الرئيس صدام حسين إلى البرلمان العراقي. نجل وزير الدفاع الأسبق الفريق سلطان هاشم قرر المشاركة في الانتخابات وحصل على مقعد عن محافظة الموصل في البرلمان المقبل. دخل إلى الانتخابات ضمن كتلة المشروع الوطني التي يتزعمها جمال الضاري، ولكن بعد فوزه في الانتخابات تفاجئ جمهوره بانضمامه إلى كتلة الجلادين الذين تسببوا بمقتل والده الفريق سلطان هاشم المتمثلة بالإطار التنسيقي، مع أنه ابن الفريق الشهيد سلطان هاشم بطل القادسية في حرب إيران. وبانضمامه إلى الإطار التنسيقي الإيراني قد أضاع إرث أبيه الذي لم تحترم الطبقة السياسية الحالية تاريخه كعسكري لامع في الجيش العراقي.